معركة السبت الحزين، يوم أوجعت الصاعقة المصرية إسرائيل وخلفت 35 قتيلاً إسرائيلي. في 30 من مايو لعام 1970 نفذ الجيش المصري عملية عسكرية أطلق عليها كمين السبت الحزين، حيث ثأر لأطفال بحر البقر أثناء حرب الاستنزاف. نفذ هذا الكمين في منطقة رقبة الوزة شمال القنطرة حتى جنوب بورسعيد، وقد قتل المصريون عدداً من الجنود الإسرائيليين يتراوح بين 35 حسب الرواية المصرية و 18 حسب الرواية الإسرائيلية. أسروا 3 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات من الجنود وتدمير دبابات وعربات مدرعة. اشتركت فيه مجموعة قتال من اللواء 135 مشاة ومجموعة قتال من الكتيبة 83 صاعقة. حددت قيادة موحدة للقوتين، وقد عبرت هذه القوات ليلاً واحتلت مواقعها لاصطياد مجموعات الأجازات للجنود الإسرائيليين التي تحرسها قوات مقاتلة مكونة من الدبابات والعربات المدرعة. وعند الظهر خرجت على طريق القنطرة متجهة إلى جنوب بورفؤاد مجموعة القتال الإسرائيلية المكونة من 4 دبابات و4 عربات مدرعة وحافلة ركاب. اختبأت قوات مجموعتي الصاعقة المصرية وعلى أهبة الاستعداد مر الكول الإسرائيلي أمام كمين الصاعقة، لم يكتشفهم رغم العناصر التي تقوم بتفتيش الأرض إضافة إلى الطائرات التي تحلق باستمرار فوق الجبهة للاستطلاع. كان على الكمين رقم 1 المكون من عناصر الصاعقة عدم التعرض لها ويتركها تمر إلى أن تصل إلى الكمين رقم 2 في منطقة جنوب التينة، وهناك يفتح عليها أقصى معدلة النيران. جرى تنفيذ ذلك تماماً، أصيبت دبابتان وعربة مدرعة وحافلة، وحاول الجزء المتبقي الهروب والعودة إلى القنطرة ليقع في شراك الكمين رقم 1، حيث انقضت عناصر الصاعقة لتجهز على ما تبقى من القوة. أثناء العودة فر يائير محاولاً الهروب، لكن البطل الجندي خليفة متري ميخائيل لحق به ودار بينهما قتال فردي بالأيدي استمات فيه الجندي خليفة حتى تمكن من السيطرة عليه والعودة به إلى الضفة الغربية. بلغت خسائر إسرائيل في هذا اليوم 35 قتيلا خلاف الجرحى والأسرى، فكان طبيعيا أن تتحول المنطقة من القنطرة وحتى رأس العش إلى جحيم من النيران. ظل طيران العدو يقذف المنطقة كلها بالقنابل حتى 1000 رطل لمدة 7 أيام، نتج عنه تدمير في طريق بورسعيد والترعة الحلوة وبعض المنشآت المدنية، لكن الخسائر في الأفراد لا تذكر لحسن تجهيزهم للملاجئ والحفر البرميلية تلك التي قللت كثيراً من تأثير القنابل عليهم. كان الرد الإسرائيلي عنيفاً، فقام بعملية مشتركة أسماها عملية فصل بورسعيد، تضمنت مئات الطلعات الجوية على أهداف مصرية في القطاع الشمالي من قناة السويس لثلاثة أيام. صاحب الغارات الجوية قصف مدفعي مكثف استمر حوالي 48 ساعة، قصف شبه متواصل على مواقع القنطرة ورقبة الوزة. قطع الاتصال البري بين مدينة بورسعيد وباقي الجمهورية، وقد أسقط الدفاع الجوي المصري لاحقاً في يوم 30 مايو مقاتلتين من طراز فانتوم F4 بصواريخ سطح جوي. أبطال الصاعقة المصريين أبلوا بلاءً حسناً وأثبتوا نجاحاً باهراً في تلك المعركة، فالسبت الحزين يوم لا ينساه الإسرائيليون. قال عنه المتحدث العسكري الإسرائيلي وقتها إن قوات الصاعقة المصرية نفذت تخطيطاً عسكرياً متناسقاً نتيجة للتدريبات المكثفة التي تعرضوا لها. فيما قال سامي شرف معلقاً على العملية: لم أشاهد الرئيس جمال عبد الناصر يضحك من يوم نكسة يونيو إلا في يوم السبت الحزين. يذكر الفريق محمد فوزي مهندس حرب الاستنزاف في مذكراته: دمر أبطالنا للعدو كل الرتل الإداري ودبابات الحراسة ولم نفقد سوى سنكي واحد، عاد كل رجالنا سالمين. أثبتت الأحداث أن الجندي المصري خير جنود الأرض إذا أحسنت تدريبه ورعايته.